نحن سكان حي الميثاق قرب جامع المهيمن مقابل معمل ثلج الأخوين. مقاول استلم الشارع من البلدية قبل العيد يمكن بعشرين يوم، اشتغل 10 أيام وبعدها سيب الشارع وراح وكسر أحد الأخفال اللي تابعة لمديرية الماء. بعد الاتصال بمديرية الماء ومع البلدية، مديرية الماء مستعدة أن تجي تصلح بس على شرط أن يكون المقاول هو اللي يجي يجيب المواد، يعني القفل أو رأس القفل يسموه، يجيب المواد حتى يقدرون جماعة الماء هم يطلعون، لأن هي مقاول، هو ماخذ المقاول من البلدية، فهي مسؤوليته هو كسر القفل، فمن هو كسر القفل المفروض هو اللي يسويه. صحيح بس جماعة الماء قالوا احنا نتعاون معه ونطلع ما يخالف نسوي، بس خلي يجيب المواد هو، ونحن عم ننتظرهم. هاي صار يمكن اكثر من هاي، احنا بعد العيد يمكن عبر العيد يمكن 15 يوم لو 20 يوم، ولحد الان ما جاء المقاول ولا شفنا اي واحد. طبعا احنا منطقه الميثاق، مدخل الميثاق سايدين من يم المشروع الماء يسموه جامع المهيمن. طبعا هذا المدخل هاي صار معضله على الحكومه، معضله، هو كله 30 متر. المقاول هاي شهر وشويه يشتغل به، هاي شهر عافو اشتغل بيه كم يوم، كسر القفل مال ماي ومشى، وظلت مقاول مال البلدية. جماعة رحنا على الصيانة، الصيانة قالوا يابا خلي يجيب لنا قفل احنا نطلع نسويه من عندنا، هي هاي مسؤوليته هو المقاول، عارف هاي من قبل العيد لحد الان. وهذا مدخل رئيسي سايدين على المستوصف على مدرسة غزة، شنو صار معضلة 30 متر 30 متر شارع 30 متر، قامت الشاحنات تفوت بالافرع باللزقات، روح شوف اللزقات كلها تفلشت، ما ظل تبليط ابد، ما ظل تبليط، كله عم ندفنه بترابي، العوائل عم تدفنه بترابي النقر اليمه. هاي المنطقه جو عليها يبلطوها الشارع مالها، هاي صار من قبل العيد لحد الان، واحنا دا نعاني منها كثير. ولما جت البلد المقاول دي يشتغل كسر القفل، من كسر القفل يعني قام ابو المجاري يذبها على ابو المقاول، المقاول يقول ما علي، روح على ابو الماء المجاري يقول انا مالي الشغله، ابو البلديه يقول ابو الماء المجاري هو اللي يسوي زين، فواحد ذبح على الاخ. يعني انا يوميا انزل الي هنا الله وكيل اطمس انظف هذا الصيان، واني بيتي اخر بيت، يعني هاي ما تصير، هاي مو حالي، هذه اول بيت بالسعدين، اول بيت بالسعدين، يعني المنطقه كلها الوساخه والمياه كلها تيجي علي، اني يوميا اتشكل بالصيان وبالوساخه هذه انظف، يعني هاي مو حاله والله وكيل. يريد أن نحل.